22 مباراة دون هزيمة، مشوار بعنوان التميز والإبهار، نقطة هرر بداية حملة الدفاع عن اللقب القاري بتأهل مبكر لكار الكاميرون. الخضر قص شريط التصفيات من مصطفى تشاكر أمام رصاصات نحاسية بخماسية بيضاء. بنفس الروح والعزيمة أضاف الخضر بوتسوانا للقائمة بهدف وحيد سجله يوسف بالليل. وقبل الإطاحة بزيمبابوي ب3-1 بالصرح ملعب 5 جولاي، اختبر المنتخب نجاعته بلقاءين تحضيريين أمام نيجيريا والمكسيك، فكانت فرصة ذهبية لإعادة ترتيب عرين الأفناك. بعدها نقطة واحدة كانت تفصل الخضر عن ضمان التأهل، حينها حقق اللاعبون الأهم واعتلوا صدارة المجموعة الثامنة عن جدارة واستحقاق. مشوار جسد منظومة هجومية ودفاعية في المستوى، 11 هدفا للهجوم فيما استقبلت الشباك 3 أهداف فقط، مع فوز تكرر 3 مرات وتعادل واحد. معطيات نصبت الأفناك على رأس المجموعة قبل جولتين عن إسدال الستار، لتبدأ مرحلة الجد للدفاع عن العرش الإفريقي ووضع مونديال قطر صوب الأعين.